كابتن حسن شحاته المدير الفني للمقاولين العرب. والحقيقه لقاء النهارده مهم ولقاء قوي وفوز قوي جدا للمقاولين العرب وشكل جديد مع الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن مساء الخير. كابتن سيف يا حبيبي مساء الخير عليك. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وتحيه تسلم يا حبيبي ربنا يخليك كابتن سيف، وتحياتي للكابتن فتحي سند والكابتن طارق يحيى والكابتن اسامه نبيه. مبروك يا كابتن، كلهم بيحيوا حضرتك. مبروك يا كابتن. مبروك يا معلم. اليوم جميعا ويبارك في حياتك يا ابو الطرق، ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن النهارده الحقيقه لقاء مهم جدا، ولكن اداء نادي المقاولين العرب على شوطين، يعني الشوط الاول كان اقوى بشكل كبير ثم نزلت، يعني نزل المقاولين العرب الشوط الثاني تغيير عكس الماتشات بتاعت الدوري، عكس ماتشات الدوري يا فندم. الشوط الاول كده وبعدين الشوط الثاني كويسين، النهارده العكس. عكس الدوري يا فندم. انا معلش انا اسمي سامع. تمام صح. معلش النهارده برضه سيف، يعني انا مش هبرر لان انا ما بحبش ابرر، لكن برضه وجود اللاعبين برضه اللي هم لسه معانا، الناس جايين محمود عزت وعلي فتحي وكده، وبعدين عمرو زكي وبتاع، برضه لسه عاوز اقول جداد على الفرقه على الاقل السنه دي. عاوز اقول ان هم يعني لما جم طبعا برضه ما دخلوش الفورمه اللي هي الفورمه، عشان كده انا ما بداتش بيه وما بداتش بعلي. عرفت ازاي؟ عشان كده بقول ان هم يعني ريحوا، او هم ريحوا الشوط الثاني، حسوا ان هم كسبانين اثنين ومضيعين اكتر منهم كمان في الشوط الاول، فبقت بالنسبه لهم عمليه سهله لغايه ما بقى الاجهاد ظهر عليهم. الاجهاد ظهر عليهم ازاي؟ ما اعرفش. رغم الماتشات الثانيه كلها الشوط الاول بيلعبوا يعني بشكل يعني بسيط، وفي نفس الوقت الشوط الثاني بيبقى زي ما يقولوا وان سايد جيم للمقاولين، فاذا بدنيا يعتبروا هم عاليين، وده اللي احنا بنلعب عليه عشان نقابل الفرق اللي جايه سواء في الكاس او في الدوري، واحنا بدنيا عاليين طبعا. ان شاء الله. كابتن حسن، يعني الحقيقه فرقه المقاولين مع كابتن حسن شحاته ليها شكل مختلف خالص وبصمه مختلفه خالص، وده شيء حضرتك تسال عليه التحيه. حتى اللعيبه يعني محمد عبد الواحد لعيب مختلف، محمد ابو شعيشه بيكتب شهاده ميلاده، والنهارده بنشوف عمرو زكي محمود عزت بيرجع برده، ولكن عمرو زكي النهارده برده يعني من وجهه نظر الشخصيه راجع عنده حماس كبير، قاعد برده يدغدغ بيلعبوا عليه جامد، ولكن برده عاوز يدغدغ، وفي نفس الوقت هو ما تنساش برضه كابتن سيف ان هو بقى له بالظبط معانا يعني من اربع ايام لست ايام، يعني عارف ازاي؟ فتره ليله هو كمان يعني بيقول ان احنا حطيناه على اساس ان هو برضه ايه ياخد نفسه وياخد ثقته مع بقيه زملاته، ويبدا ايه شويه شويه يتاقلم عليهم، عشان كده احنا نزلناه الوقت البسيط ده. لكن انتوا عارفين عمرو زكي، يعني عمرو زكي لعيب كبير طبعا، كويس قوي، وبعدين بيستغل بقى جبتته الطرشه دي في الحوادث كده، يعني عشان كده احنا بنقول يعني سواء بالنسبه لمحمود عزت وبالنسبه لعلي فتحي وبالنسبه لعمرو زكي، وكان المفروض يبقى محمد شوقي كمان، بس محمد شوقي ان شاء الله يعني خلص تاهيله، وان شاء الله يكون معانا في المباريات الجايه ان شاء الله. يا رب ربنا يوفقك كابتن حسن، بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق مع نادي المقاولين. اسم كبير كابتن حسن شحاته طبعا. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسن شحاته المدير الفني لنادي المقاولين العرب. الدوري وكاس ولعوا نار، الاسامي الكبيره دي هي اللي بتعمل كده، يعني كابتن حسن شحاته في المقاولين، كابتن حلمي طولان في سموحه، كابتن طارق يحيى في المصري، الاسامي دي هي اللي بتسمع. ايه رايك في الحته دي؟ ماشيه كان صح؟ لا بس كنا عايزين نعرف طارق رايح فين. كان في المصري ان شاء الله باذن الله برضه فريق كبير. خلاص المصري النهارده برضه بيثبت جدارته، يعني لافاني برضه سموحه النهارده بياخد درس، ماشي لافاني بيجيب حلم طولان، ان شاء الله النتائج متغيره.